يبدأ منتصف ليلة اليوم العمل بالحظر الشامل اللي أقرته حكومة تصريف الأعمال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر. أما المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كشف اليوم عن أن الأشخاص المستثنيين من الحظر الشامل المقبل، المركز قال أنه يستثنى كل الأشخاص المتواجدين داخل مقر عملهم من قرار الحظر الشامل، مع السماح لهم بالعمل داخل هاي المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من فترة الحظر الشامل. ويستثنى كمان موظفي شركات الأمن والحماية ليوم السبت فقط خلال الفترة من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا لغايات تبديل الشفتات، بالإضافة لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان عند ذهابهم للمستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة. مع نهاية اليوم الخميس ودع الطلبة مدارسهم حتى إشعار آخر بعد قرار حكومة تصريف الأعمال تعليق الدوام المدرسي. قرار التعليق يبدأ من صباح الجمعة وبشمل الاعتماد على أسلوب التعليم عن بعد في المدارس والجامعات. القرار بررته الحكومة بأنه يأتي للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات إلى مستوى غير مسبوق في الأسابيع القليلة الماضية. أعلنت اليوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن شمول قطاع المطاعم والمقاهي ببرنامج حماية اللي أقر بموجب أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020 ضمن التدابير المرتبطة بجائحة كورونا. المؤسسة أكدت أنه شمول هاي المنشآت بالبرامج يهدف لحماية المؤمن عليهم والمشتركين بالضمان سواء من الأردنيين أو أبناء قطاع غزة أو أبناء الأردنيات المقيمين بالأردن، وتمكين منشآتهم من الوفاء بالتزامها تجاههم. وأوضحت المؤسسة أنها راح تلتزم بدفع 50% من أجر العامل هذا الشهر، بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن 220 دينار بالشهر وما يزيد على 400 دينار، مع التزام المنشأة بدفع النصف الآخر. أعلن البنك الدولي أن جائحة كوفيد-19 راح تدفع ما بين 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في سنة 2020، وشدد البنك أنه تدهور الوضع الاقتصادي راح يشمل عدد كبير ومتزايد من سكان المدن، وأوضح أنه المعدل الفقر المدقع راح يرتفع للمرة الأولى من أكثر من 20 سنة، وبحلول سنة 2020 ممكن يوصل عدد الفقراء الجدد ل 150 مليون شخص بيعيشوا على مبالغ دولار و90 قرش أو دينار و30 قرش في اليوم. بدأ باحثين من كندا اليوم تجارب سريرية لاستخدام لقاح لمحاربة فيروس كورونا مصمم أصلاً لعلاج مرض السل. شبكة الصحة الجامعية في مدينة تورنتو أعلنت عن أول تجربة كندية للقاح السل المعروف باسم BCG على أكثر من 3600 من الطاقم الطبي والمسعفين وضباط الشرطة ورجال الإطفاء. وقال الباحث في الشبكة العامة للبحث والتعليم في تورنتو ألكسندر زلوتا اليوم أن اللقاح أدى لتقليل الالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية بنسبة 80% بعد تناوله، وأكد أن الأشخاص اللي حصلوا على لقاح ضد السل ممكن تعزز جهازهم المناعي لدرجة أنهم يتمكنوا فيها من محاربة العدوى. وختم ألكسندر كلامه أن الأطباء لاحظوا في الدول ذات معدلات الإصابة العالية بالسل هي اللي بتمتلك معدلات أقل الإصابة بكورونا.